لي كالأمس، وأن كلمتك ستكون قوية، وأن الأمور ستتغير من هذه الساعة، وأن احنا نتخذ قرار. أولا احنا نصدم من يعلن إعلان أو بيان ثم يذهب لينام في بيته. احنا جئنا اجتماع نتخذ قرار، ونقول قرار بسيط يقلب الأمور أو يقلب الأمور رأسا على عقب. الأبطال أبطال 2011 بتدافعوا على هذه الأرض، على الأرض والعرض، لن يرضوا بهذه المهزلة، بهذه المهزلة بالذات. التيار الذي يمثله صلاح بادي ومن يسميهم بالثوار أو من يسميهم بالرجال يرفضون حتى الجلوس مع سيدة ستيفاني، ويرفضون العملية السياسية برمتها، وهو الآن يهدد بنسف كامل العملية السياسية التي تعول عليها ستيفاني ويليامز والبعثة وخارطة الطريق السياسية.